ثلاثة أربعة خمس عيال يلففونا حوالين نفسنا، يجري نجري نجري، يلففوك لوحدك، وشك ما عاملة كده، يلففوك لوحدك، شكلنا داخلين على أيام سودة. ده المستقبل. في ريليشن شيت كل حلقة بنجيب كابل عشان نتست الريليشن شيب بتاعتهم. أول حاجة بنشوف كل واحد يعرف قد إيه عن التاني، وبعد كده كل واحد فيهم بيتحط على لاي ديتكتور عشان نعرف مخبيين إيه، وفي الآخر بنحطهم في تشالنج لازم يعدوا منه مع بعض، يعني مش تشالنج تقليدي قوي، وكل ده هيعرفنا في الآخر لو هما في ريليشن شيت. اوكي، احنا النهارده هنسال بعض اسئله عشان نعرف احنا عارفين بعض قد ايه. بحضر نفسي. ايه اكتر اكله انا بحبها؟ دي السؤال الصعب. عندي كذا اكله بس ايه اكتر واحده بحبها؟ ملوخيه مثلا. اكتر اكله مش بحبها هحوش في دماغي عشان لما نخلص اشوف بقى انا هعمل معاك ايه. دلوقتي يا جماعه بقى انا هسالها انا موضوع تاني خالص. انا ممكن اغلط، هي ما ينفعش تغلط. ايه اكتر بلد نفسي اسافرها؟ سويسرلاند. صح؟ غلط طبعا. لا انت لسه قايل لي حبيت إيه وفيها اماكن خلابه وطبيعيه. خلابه ايه؟ لا غلط، فكري تاني. ايطالي. ماشي. بصرف قد ايه كل شهر على اللبس بس كده؟ هو انا ينفع ما اردش على السؤال ده؟ عشان البادجت بتاعتنا كبيره شويه، ما ينفعش نتكلم في حاجه زي كتير. بعد ايش يا جيمي؟ ايه احلى يوم في حياتي؟ يوم ما قابلتك يا حياتي. احلى يوم في حياتي ايه؟ يوم ما خلصت الجيش. لا لا ايه ده الضحك الغلط ده؟ لا. ما جبت عربيه؟ ايه ده؟ يوم ما اتخطبنا اكيد. اوف. يوم ما اتخبطت. ماشي هنعديها البرنامج تمام صح؟ سلم عليا. ايه بقى هو اسعد يوم في حياتك؟ ده سؤال ولا تهديد بقى؟ لا يعني بس عايز تعرفي يوم ما اتخرجت. تعرف اتخرجت امتى ولا تعرف؟ بلاش اكسفك. لو في حريقه في البيت ايه اول حاجه اخدها معايا؟ انا هاخدها منك قبل ما تاخدي موبايلك، او انا هرميه في النار اسرع. انفلونسر نفسك كده. حد ينقذني يا جماعه من هذا الشيء. مين اقرب شخص ليا غيرك؟ العيله، ولازم يكون اجابتك سياسيه جدا. صح، كويس ان انت قلت غيري دي. اقرب حد سيف توأم حسام. اول ديت كان امتى؟ اللي انا اصلا مش فاكره. فين وامتى؟ اول ديت كان في نهار اسود، مش فاكره. كوتشينه. عمرنا ما رحنا كوتشينه اصلا. كوتشينه. عمرنا ما رحنا كوتشينه كمان. زيرو. طب ما انت مش فاكر اصلا. لا ماليش دعوه، انا السؤال اللي موجهه ليكي دلوقتي. انت بتسالي سؤال. طب امتى اول ديت؟ كان عيد ميلادي. عيد ميلادي 2013. ايه اكتر حاجه نفسي احققها في حياتي؟ انت عايز تتجوزي تقريبا زي كده. مش بنقول الحاجات دي صوت عالي. عايزه يا جماعه تتجوز. هي عايزه تتجوز. اخص عليك. سقفيني الدنيا. اعملي كده اي حاجه. انا دلوقتي ايه اكتر اكله بحبها؟ سي فود. لا تحددي اكتر. باستا بالجمبري وسالمون بقى وبينك صوص وكده. صح؟ برافو عليك. عندي فوبيا من ايه؟ سؤال سهل جدا وبسيط. عندك فوبيا من حاجات كتير، بس في حاجه المين بتاعتك. تعبين. قول لي يا حسين، لما بنزل اعمل شوبينج ايه حاجه على طول بتبقى اول حاجه انا عايزه اشتريها؟ حتى ايوه عندي منها كتير جدا، بقعد اجيب. لا ما بجد الموضوع صعب جدا. انت بتجيب 500,000 حاجه. انا ما اعرفش ايه يعني. طب حاجه ميك اب يعني حاجه تاني؟ جزمه. انا بجيب جزم كتير بجد. تمام. مين اقرب حد ليا في العيله؟ جاوب على السؤال صح عشان اللي هيشوف الفيديو. هي مامتها وباباها يا جماعه الاثنين قريبين قوي يعني. ممكن دودو تبقى اقرب شويه. دودو دي بيوتيفل ماما. اسالك سؤال وتجاوبي بكل صراحه، ايه اكتر قرار انا ندمت عليه في حياتي؟ اكيد مش انا. اكيد. اكيد يا جماعه مش هيك. مفيش تقريبا غيرك. مش حاسه في قرار انت ندمان عليه الصراحه. ما عنديش قرار انا ندمان عليه غير حاجه واحده بس. دلوقتي احنا عندنا اللي كنت مستنيه الصراحه، جهاز كشف الكذب. عمرك مسكتي موبايلي من ورايا؟ يعني وفتشت فيه؟ طبعا. ايوه طبعا. امال كنت بقفشك ازاي؟ رساله لكل الزوجات او الخطيبات، حدش يمسك موبايل عادي. موبايله عادي خالص. عادي جدا. عمرك فكرتي نفركش؟ امتى؟ السؤال غريب. انا حقي اسال. زمان يعني. زمان. اخر مره كانت امتى معلش؟ اول لما اتخطبنا على طول. ما اقدرش من زمان. لحظه انت موترني. ما هو لازم اوترك. عمرك اتكلمتي عليا وحش مع صحابك؟ مع مين؟ وقلت ايه وليه؟ مع كله. فضحتك في كل حته عشان انت كنت بتضايقني جدا وكنت بفضفض. بفضفضك كمان شويه. عمر مامتك قالت حاجه وحشه عليا وانت كدبت فيها؟ واحنا صغيرين بتعيطني وبتبهدلني. ما كانتش بتسيئك خالص. انت فاهم حاجه زي كده؟ خلاص الحاجات دي كلها اتغيرت. في حد في عيلتي انت ما بتحبيهوش تقدري تقولي حاجه زي كده؟ مستحيل. في حد فيها ما بتحبوش؟ لا بتاع ده مش شغال. قول الحقيقه. لا بجد. مين؟ مفيش بجد. بتاع ده بايظ. فركش. فركشنا. تتوترش. مش توتر تماما. تعالى لي في ملعبي. السؤال ده فيري تريكي. عمرك قلت لي انك في الشغل كنت مع صحابك او بتلعب بلاي ستيشن؟ قبل ما تجاوب ركز كويس جدا. لا. كنت فين يا حسن؟
لازم اقول ايه خصوصياتي وانت عايز تخيل كل حاجه في حياتي ليه؟ ده اسمه كذب. عامه بقى انا محتاجه اعرف انت كنت فين قبل ما نروح السؤال اللي بعده. طيب انا هقول لك انا حاجه احسن. تفتكر ان ممكن اروح فين؟ تحت السبا. برافو عليك. ما انا قلت لك هتشاركيني انا مش هشاركك. البرنامج ده خليني اكتشف حاجات كتير قوي. العلاقه دي مش عاجباني انا هعيد تفكيري تاني. هل انا دراما كوين؟ انا مش عارف ايه لقب اعلى من ده. اه او لا؟ اه طبعا ده مش طبعا ده السنه الجايه. مهم ان انا كوين. انا دراما كوين فانت اكيد دراما كوين. أيه. عمرك رديت على الاكس وكدبت عليا؟ لا مفيش اكس اصلا. كان في اكس؟ لا مش اكس. تعالى طلعني كذاب بس. دي بتبقى حاجات انسانيه يعني ردود انسانيه وبعد كده خلاص انت عايز ايه بتاع كده يعني. يعني هي مثلا عندها حد توقف بالكلام تاكد عليك بعزيها يعني. انا بس احب اعرف ماشي المكالمه كانت عامله ازاي؟ ده مفيش مكالمه. ده لو حد مثلا حصل له مشكله مش لازم تقف جنبه يعني بس بتاع. مش معنى انت اللي هتقف جنبها يعني انت اصلا بتكسل تقف. شوف الموضوع ده بعدين. عمرك قلت لي ان لبسي حلو وما كانش عاجبك؟ كل يوم. لا طبيعي. نهار ازرق يا حسين ده وحشه في حقي يعني. عامه انت لبسك يقرف. انا شويه ايه رايك؟ اوه سؤال في الجون. عمرك كان عندك كراش على واحده من صحابي؟ لا مش اسلوبي بس ممكن يعني خلاص ما تنيلهاش. انت اصلا متنيله بستين نيله لوحدها. الاثكس بتقول ان ما كراشش على حد من صحابك بس ما قالش ان احنا ما نكراشش على حد غريب. لا كده احترم. دي الاثكس. انا محتاجه اخد الجهاز ده معايا البيت. ده هيبقى كده حاجه من اساسيات الجهاز زي السيني. في معانا جهاز كشف الكذب علشان احط حسين تحت الكاميرات. ودلوقتي اصعب اختبار هنتحط فيه مع بعض ثانيه ان احنا هنضطر ان احنا نشتغل مع بعض. هنشوف بقى احنا التيم ورك بتاعنا ده هيوصل لفين. هنرسم رسمه احنا الاثنين از تيم. كل واحد هيخش راوند 30 ثانيه وهيكمل على رسمه الثاني ونشوف في الاخر ايه الاوتكم بتاعنا. ربنا يستر. انا اخترت اللون ده عشان انت بتحبه. هو اصلا عكيتي من قبل ما نبدا. يلا بسرعه عشان الوقت. ها استنى شويه. ده سحاب ده ولا ده بحر؟ طب والميه اللي لابسك دي استخدميها اعملي اي منظر. ده اخر مره في حياتي مسكت كوبايه ميه. انا حاسه ان هي هتبقى سما بالليل. فاهم ليلتك سودا كده بالليل. خلاص كفايه عليكي كده. اتفرجي بقى على الفن ده. ايه ده يعني بجعة؟ ما تجيش جنب حتتي في الرسمه بعد اذنك. امسكي انت ثانيه بعد اذنك. سام انت بطيء قوي. استني عليا. بصي هديها تاتش كده. ودي عامه حياتي مع حسين في الشغل. نديني ظهره على طول مش بيسمع كلامي في اي حاجه. انا عندي احساس ان دي شجره. ماشي. انا هكملها لك. شجره حبنا ده بقى لون الريليشن شيت نفسه. كملي. هكمل. احنا علاقتنا هتنتهي بعد البورتري. ده البورتري ده علاقتنا هتنتهي. ده هي اهي. نرسم وانا ولا انت؟ خلينا نرسم حاجه شكلها حلو. ده انا يعني ساكون انا الشجره. بما انك رسمتني مش هتعرف ترسمي. مش هتعرف ترسمي. انت مخبيه. احنا في امتحان ولا ايه؟ ما انت حاسبي شويه. مش ده اكتر لون انت بتكرهه؟ انا هعمله لك اهو. بينك. بقيت شبه البروكلي. ايه رايك في النص في ما بيننا قلب مكسور؟ ده قلبك اكسره لك بجد. حد سام ممكن تحاول تصلح علاقتنا في اللوحه دي؟ ده ايه ده؟ ثانيه واحده بس. هربطك زي اللي مش هقولها قدام الكاميرا. بس ده ترابط غريب قوي يعني. ليه ده؟ الاحمر ده بيدل على حاجات كتير. حب او قتل يعني حاجه من الاثنين. ده اسمه الريد فلاج. او انا هقعد هنا واعمل لك حفره تحتيكي بس مش عارف اعمل لك حفره فين. دي بلا. يعني ايه بلا؟ يعني انت بتتكلمي كتير بلا بلا بلا. طب خلاص دوري جه. انا دلوقتي هحاول اصلح الريليشن شيب دي. انا برجع قلبنا تاني. انت بتجيبي ورا يعني؟ ايوه يا حسام ما ينفعش. ده دليل على السيطره التامه في العلاقه. انت لو اخدت بالك هتلاقي ان انت بتشدني متمسك بيا في العلاقه. المستقبل. ده برضه ممكن يدل على ان انت بيبي لسه صغير مش عارف يمشي فبحاول اساعده. لا بص انت مبتسم وانا حزينه من اللي انت بتعمله فيه. احنا قدامنا 30 ثانيه بس عشان ننقذ الريليشن شيب دي. ايه ده؟ ايه ده؟ بتنقذي ايه دلوقتي؟ هقلب عليكي تاني. ده انت لو عايزه تبوظيها قصدي مش تعملي. ايه ده؟ تشات تشات حلوه كده في كل حته عشان تبقى ارتست. ده اسلوب سبونج عارفه؟ بص بص لي بص لي سعيد. هنعديها سعيده. كان تحتيها حفره. انقذني. الصوره دي عامه ناقصها بيبي صغير عشان نكمل الهابي فاميلي. فين بقى؟ في الحفره. لا يبقى هنا كده طفل كده انت ماسكه وانا ماسكاه ونبقى باور فاميلي. دي راي البنات. راي الولاد حاجه ثانيه. 3 4 5 عيال كتير عزوه. 3 4 5 بقى دول يلففونا حوالين نفسنا. يجري نجري نجري. يلففوك لوحدك. وشك بقى عامله كده. يلففوك لوحدك. انا هبقى لا كده هرجعك جوه الحفره تاني. كده انا برميكي في الحفره. شكلنا داخلين على ايام سودا. ده المستقبل. Into 82% in a relationship. لازم تعملوا لايك على الفيديو ده وسبسكرايب على يوتيوب بنج سيركل.